بسم الله. راح اكمل شرح الجزء الثامن مادة السكند اللي هي الموسفت بارت 2. راح اشرح في هذا الفيديو الديبليتد تايب، يعني امثله، هي الامثله بتزبط على الديبليتد ومش ديبليتد، بس انا حين حتكون فيها ديبليتد موسفت. حكينا عنه الديبليتد اللي هو بيكون ايش زي هيك نفس العادي، بس شو الفرق؟ بيكون من هون ايش اسود. شو الفرق بينه وبين انه حيعطيني في السؤال في تي ايكوال نيجاتيف، نيجاتيف 2 مثلا، نيجاتيف 2 فولت، فانا شو بدي اعمل؟ عادي بعوضها بالقانون نفسه، يعني مثلا القانون مثلا في جي اس ناقص في تي، شو بدها تصير؟ في جي اس ناقص مع ناقص بتصير زائد 2، صح؟ عادي يعني طبيعي بتعامل معها ايش؟ طبيعي، تمام؟ طيب بس قبل ما بدي شغله اشرحها اللي هي كيف اتعامل مع ال كيف اطلع الفانكشن التروث تيبل، التروث تيبل يعني هاي لو، اذا كان عندي يعني هيك 4-3 ترانزستورات هيك، كيف بدي اعرف التروث تيبل؟ تمام، ببساطه بدي احكي شغله. اذا عندي هاي هاي، شو يعني انه البي مثلا هاي، شو بدي اشتغل لهذا الترانزستور؟ باللينير، تمام، باللينير. اذا كانت لو يعني صفر، يعني اذا لوجيك 1 لوجيك 0، تمام، اذا لوجيك 1 بده يشتغل باللينير، اذا لوجيك 0 شو بده يشتغل؟ اوف، تمام، ما حيشتغل يعني اوف. اذا اوف بحط بداله اوبن سيركت. طب اذا لينير شو بدي احط بداله؟ هاي الطريقه بتزبط معي بس مشان اطلع انه لوجيك 1 ولا لوجيك 0، تمام، يعني مش انه 0 بالضبط، هي ما بتطلع 0 بالضبط، مثلا بتطلع 0.2 هيك يعني، تمام. فانا شو بحط لو كان لينير؟ بحط شورت سيركت، تمام. كيف يعني؟ هسه بنشوف. نشوف اذا عندي هاي A، هاي B، هاي C، 0 0 0 0 0 1، تمام، 0 1 0 1 0 1، تمام، وهاي الـ V output. اوكي، تمام. 1 1 0 0 1 1، بعدين 0 0 1 1 1 1 1 2 3 4 5، أنا عندي 1 غلطة، 0 1 2، شوي هاي 0 1 2 3، هاي 0 3 4 5 6 7، أوكي تمام هيك صح، 1 2 3 4. في هون انا اشي زيادة حاطه، هذا الصفر زيادة، اوكي اذا 0 1 2 3 4 5 6 7، تمام. طيب اذا كانوا كلهم صفار، هاد صفر هاد صفر هاد صفر هاد صفر اوف يعني اوبن سيركت، هاد صفر اوف اوبن سيركت، هاد صفر اوف اوبن سيركت، في اوتبوت شو بدها تساوي؟ بدها تساوي هاي مش لو، لانها مش متصله مع الجراوند، اشي هاي، فانا بدي احطها 1. هسه هي بالاصل لها قيمه، كيف انا نشوف الكيو ال شو بيشتغل، سات او لينير، واشوف الفي اوت، يعني في طريقه وطلعناها، بس احنا بدنا نعرف انها شو لوجيك، شو 1 ولا 0، فبتطلع 1. ليه؟ لانها مش موصوله بالجراوند، اوبن سيركت، يعني هيك بتصير الداره. اذا بدنا نحطها هيك، هذا الترانزستور اللي فوق مثلا او مشبوك هيو، بعدين هون الفي اوت بوت، هون بعدين ايش؟ اوبن سيركت، هاي اوبن سيركت، اوبن سيركت، يعني هذول منهم مش دخل الجراوند، هون ملوش دخل في الحياه، بس هاي، فبيطلع ايش؟ لوجيك 1، تمام. طيب اذا حطينا 0 0 1 0 0 1، هذا شو بدي يشتغل؟ لينير. شو يعني لينير؟ حكينا شورت سيركت، فبدي احط شورت سيركت، تمام، شورت سيركت، تمام، هو يعني هذا كانه شورت سيركت. طب هاي ايش؟ اوف، هذا اوف. الفي اوتبوت وصلت مع الجراوند؟ لا، فلسه لوجيك 1 ما وصلت للجراوند، هاي الجراوند، هاي الشورت سيركت، لازم يكون هاد شورت سيركت، يعني بقدر افكر فيها انه لازم هذا يكون شغال. طيب نجرب 0 1 0، يعني هاد شغال وهاد طافي وهاد برضه طافي، هاد طافي حكينا وهاد طافي برضه، ايش
الفي اوتبوت، وهذا لينير يعني شورت سيركت، وهذا اوبن سيركت وهذا اوبن سيركت. الفي اوتبوت شو بدها تطلع؟ برضو ايش 1 بدها تطلع، برضو ايش 1. طيب 011 يعني هذول الاثنين شغالين، يعني هذا شورت سيركت شورت سيركت، وهذا طافي. الفي اوتبوت حتلمس الجراوند؟ لا. اذا شو اللوجيك؟ لساته 1 نفس الشيء. طيب 100 يعني هاد 1 هذول صفار، هذول طافيات وهاد شغال. هل لمس الجراوند؟ بلمس الجراوند؟ لا ما لمس الجراوند، ما لمسه، لانه هذول طافيات، هذول اوبن سيركت. يعني هيك بتصير، يعني لمس الجراوند؟ لا اوبن سيركت. تمام، فايش لساته 1. هسه هون حيختلف معنا 101 هاد شغال، وها ايش هو 101 سي شغال، هاد شغال وهاد شغال. هل في طريق انه في طريق انه يكون للزيرو؟ هاد شورت سيركت وهاد شورت سيركت، هاد اوبن، اوبن سيركت نشيله، هاد شورت سيركت وهاد شورت سيركت، كم الفي اوتبوت حتكون؟ لوجيك زيرو. ليش؟ لانه هون شورت سيركت وهون شورت سيركت. يعني بقدر احكي انه هاي في طريق الها وهون في طريق، فهي الفي اوتبوت وين موصوله؟ على الجراوند. فهي مش موصوله، يعني انا حكيت ما بتطلع صفر، بتطلع قيمه 0.2.3 بس، هاي عشان اعرف اللوجيك تبعها، فبطلع كم؟ صفر. نبلش 110 110 110، هذا طافي اوبن سيركت ماليش دخل فيه، هذا ايش؟ شورت سيركت وهذا شورت سيركت. شو بدها تكون في اوتبوت؟ موصوله بالجراوند، اه فبدي يعطيني زيرو. طيب 111 كلهم شغالين، طيب هذا شورت سيركت وهذا شورت سيركت وهذا شورت سيركت، موصول بالجراوند او موصول، موصول من هون ومن هون، يعني اكيد زيرو، اكيد ايش؟ زيرو. تمام، مثال شوي يعني هذا طويل، نروح هذا اسهل شوي وبيبين الموضوع. اذا عندي هاي A وهي B وهي V output 0 0 0 1 1 0 1 1، نشوف اذا الاثنين طافين open circuit، الفي اوتبوت موصوله على الجراوند؟ لا. وين موصوله؟ على الفايف، يعني ما وصلت للجراوند، فشو بدنا نحطها؟ واحد. طيب اذا واحد شغال، ايش هو اللي شغال؟ حكى ال1. كيف يعني شغال؟ حكينا شورت سيركت، شورت سيركت. هل الفي اوتبوت موصول بالجراوند؟ لا، اوبن سيركت، يعني في هون اوبن سيركت، فيش تيار يعني بالاخر، فشو بحط؟ زيرو. 10 هذا ايش اللي ايش هو اللي طافي؟ 10 هذا شغال وهذا طافي، هذا طافي وهذا ايش؟ شورت سيركت. هل الفي اوت بتواصله بالجراوند؟ لا، مو هون في طريق مقطوع اللي هو تبع البي، فشو برضو؟ برضو ايش؟ برضو واحد، هون برضو واحد حكينا، لانه ما وصلت للجراوند. وال 11 الاثنين 1، يعني هذا شورت سيركت وهذا شورت سيركت، يلا نحطها شورت سيركت. هاي هاي شورت سيركت وهاي شورت سيركت، الفي اوت بتواصله للجراوند، اه اذا شو بدي يطلع؟ صفر. ايش دي يطلع؟ صفر. تمام، اوكي. نشوف الاخيره، هيا جربوها لحالكم، تقدروا تجربوها يعني A B C مشان تتاكد فاهم ولا لا. تعرف انا حالها على جنب ولا لا؟ نشوف، انا احط لكم الجواب وتجربوا فيه. هي محلولة 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 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
0 1 0 0 0. جربوها لحالكم. بس خلينا نجرب احنا مثلا بدي اجرب البي سي. لا شوي في اشي غلط كأنه هاي البي سي دي يطلعني 0 اي بي سي. اوكي تمام. نشوف اذا البي سي مثلا هاي واحد وهاي واحد، هاي البي واحد والسي واحد. اول شيء البي واحد، شو بدنا نحط بداله؟ نجرب هاي مثلا شورت سيركت، وهاي شورت سيركت، هاي اوبن سيركت، هاي ما ليش دخل فيها. اذا هون مقطوع من هاي الجراوند، لكن هو هون شورت سيركت صح؟ اذا جربنا هاي، انا بس تجرب هاي، هاي هون ايش موصول بالجراوند صح؟ فشو الفي اوتبوت اللي هي هاي؟ صفر صح؟ طب هون مش موصول من الجراوند، بس انا ما دام موصول بوحده منهم بالجراوند، موصول وحده منهم بالجراوند، فشو بده؟
خلاص يشتغل، يعني يكون يعني زيرو ياخذ. تمام. طب لو فرضا تاخذ واحده ثانيه، تاخذ هاي برضو هاي مثلا 1 1، يعني هاي ايش؟ شورت سيركت، شورت سيركت. هذا ايش؟ زيرو، يعني اوف. اوف يعني هيك الفي اوتبوت مش موصول من هون على الجراوند، لكن هاد شورت سيركت وهاد شورت، الاثنين شورت سيركت، البي اوتبوت موصول بالجراوند ولا لا من هون؟ موصول، فبدي يطلع برضو ايش؟ صفر. تمام. يعني يجربوا فيها باقي يتحركوا. اتوقع وضحت. اذا كان موصول بالجراوند يكون صفر، اذا ما وصل بالجراوند شو بدنا نحطه؟ اذا يعني اوبن سيركت شو بدنا نحطه؟ في نحطه 1. تمام. اوكي. نيجي على depleted. نحل مثال، راح امشي بسرعه شوي لانه بسيط يعني، ونفس الخطوات اللي حليناها قبل. شو بنعمل؟ اعطيني VT11 فولت، VTL لهذا depleted سالب 5، حكينا بتعطيني اياها بالسالب، K1 10 قوه سالب 3، KL 0.2 ضرب 10 قوه سالب 3. طالب مني في اوتبوت هاي، في انبوت اكس، في اوتبوت اكس، وفي اوتبوت لو. شو هم الفي انبوت اكس والفي اوتبوت اكس؟ الادج Q1 بكون ادج اوف سات لينير. تمام حكينا. طيب نبلش بايش؟ هنبلش بالفي اوتبوت هاي. بس قبل هيك بدنا نشوف الQL شو بيشتغل، لينير ولا سات ولا اوف، يعني شو شغال. خلينا نشوف. يلا شو الشرط تبعي اللي دائما نمشي فيه؟ VDS أكبر من أو أصغر من. إذا أكبر من بده يكون إيش؟ سات. إذا أصغر من شو بده يكون؟ لينير. طيب اللي هي VGS ناقص VT. طيب VDS لL كم؟ هي 5 ناقص إيش؟ سوري هون في V output مفروض كمان، هاي V output. إذن VDS هاي VDSL، VDSL هاي L. إذن 5 ناقص في اوتبوت، 5 ناقص في اوتبوت اكبر من او اصغر من في جي اس ال. هاي جي واس، شو الفرق بينهم؟ صفر، ما هو نفس النقطه فالصفر. ناقص في تي ال، كم في تي ال؟ ناقص 5. تمام. يلا نشوف 5 ناقص في اوتبوت اكبر من ولا اصغر من ايش؟ 5. الفي اوتبوت مش حتطلع صفر، عمره ما حتطلع صفر، فحتطلع مثلا 2 3.2. فهاي اكبر ولا اصغر؟ اصغر. ما لها هاي دائما اصغر، فشو بده يكون؟ اولويز لينير. اولويز ايش؟ لينير. تمام. يعني خلينا ناخذ مثلا 2، 5 ناقص 2 اكبر من او اصغر من 5، 3 اكبر من ولا اصغر من 5؟ اصغر من، فبده يكون لينير، دائما لينير. يعني خلص هو دائما لينير، لانه في اوتبوت حتكون من 0 ل 5، في كل الاحوال شو حتكون؟ اصغر من 5 هذا المقدار يعني، فحيكون كيو ال دائما ايش؟ لينير. شو بفيدني هالحكي؟ انه هاي معادلته ايش؟ شو معادلته؟ شو معادله اللينير؟ اللي هي اي دي تساوي كي ال في دي اس ال ب 2 VGSL ناقص إيش؟ VTL ناقص VDSL. تمام؟ أوكي؟ فهاي معادلته دائماً دائماً. يلا شو طلب مني؟ في output هاي. شو يعني output هاي؟ input low، يعني الانبوت صفر. يلا نشوف. إذا input مثلاً، إذا الانبوت صفر، input صفر الكيو 1 شغال ولا لا؟ الانبوت اقل من في تي، شو بده يكون؟ اوف. اذا ايش؟ اوف. اوف. سو كيو 1 اوف. تمام. وكيو ال ايش؟ كيو ال حكينا اولويز لينير، لين يير. طيب اوف يعني ايش؟ اوبن سيركت، يعني كم التيار؟ صفر. فاي دي شو باخذ من هاي المعادله؟ اي دي ايكوال صفر، صح؟ وهي من المعادلة شو باخذ منها؟ هاي ساويهم ببعض التيار نفسه بيطلع معي قيمة ايش؟ الفي اوتبوت الهاي. ليش سميناها اوتبوت هاي؟ حكينا مرة ثانية لانه الانبوت لو، اذا الانبوت لو حيطلع لي اوتبوت هاي، اذا الانبوت هاي بيطلع لي الانبوت لو. انفرتر. يلا صفر
equal k l v d s l. طب شو ال v d s l؟ هي خمسة ناقص v output صح؟ خمسة ناقص v output هاي تسميها ما هي حكينا output هاي. بعدين اثنين v g s l صفر ناقص ناقص خمسة ناقص ايش v output هاي تمام. اذا هاي المعادله مشان تصير صفر شو لازم يصير صفر؟ هذا يصير صفر او هذا يصير صفر تمام. خلينا نشوف الحالتين. اذا هاي صارت صفر v output هاي ايكوال 5 فولت صح. اذا هذا يساوي صفر الحد ما هو شيء ضرب شيء يا هذا يساوي صفر يا هذا يساوي صفر ف v output هاي 5 فولت هاي الاول شيء. ثاني شيء هون 2 ضرب 5 10 ففي output هاي شو 10 فولت. اي واحدة اخذ منطقيا؟ انا عندي بطارية 5 فولت وهون صفر فمستحيل مستحيل مستحيل هاي 5 وهاي صفر. من وين من وين دا تيجي 10 فولت؟ فاكيد هاي غلط. القيمة لازم تتراوح بين صفر وخمسة بين الصفر وال VDD بين الصفر والخمسة. فايش حكينا بناخذ هاي ممنوع هاي ناخذها حتى يعني لو طلعت معنا مثلا بي اوتبوت هاي مثلا سالب 10 مثلا ما باخذها لازم تكون من صفر لوين لخمسة تمام. هاي طلعنا البي اوتبوت هاي طلب شو الفي انبوت اكس حكينا يعني هنعيد حكي كثير احنا هنعيد حكي كثير وين مبين اوكي. إذا مثلاً بدي أشتغل V input X شو يعني V input X؟ يعني أول شيء QL إيش؟ linear دائماً أكتب هاي المعادلة على جانب QL linear خلاص دائماً ما بغلب. Q1 إيش؟ edge offset linear. حكيت شو أي معادلة بستخدم؟ اي معادله بستخدم السات اسهل ليش انها اسهل وهون شو بستخدم لينير معادله لينير معادله سات بسويهم ببعض تمام. وشو المعادله الثانيه اللي بعرفها كمان اللي هي في دي اس 1 ايكوال في جي اس 1 ناقص في تي 1 حكيتها فيديو اللي قبل انه ال مش هي الفي دي اس هون اكبر من او اصغر من هيك القانون. طب اذا كان على الادج اوف سات لينير بين السات واللينير حيكون ايش مساواة. هاي اول معادلة نطلع منها ال في دي اس 1 ايش في اوتبوت ناقص صفر يعني في اوتبوت وتساوي في ادج اس 1 في دي اس 1 اللي هي في انبوت ناقص صفر بسميها في اوتبوت اكس مو طلب في انبوت اكس احنا بنحلها في انبوت اكس وفي اوتبوت اكس. في انبوت اكس ناقص صفر ناقص ايش في تي 1 هي كم 1 فولت. هاي معادلة بيها مجهولين. المعادلة الثانية اللي هي هاد لينير وهاد سات تمام. اكتبها K1 في VG S1 ناقص VT. هسا هاد ممكن تستخدم حكيت اللينير او السات. شو بستخدم السات لانها اسهل تمام. VT1 K2 VD2 لا L اسمه VDS L 2 VGS L ناقص VTL ناقص VDSL. اوكي انا بعيد اللي حكيته قبل صح نفس البروسيجر فانا مش راح اكمل حل. ليش؟ نفس الاشي نفس اللي انا عملته قبل بس شو هون اللي حيختلف بس اعوض هون مش حيختلف. طلعت معي سالب اعوضها سالب خلاص فبتصير موجب سالب مع سالب خمسة شو بدي يطلع موجب خمسة وبكمل حل بطلع معي معادلة فيها في ان وفي اوتبوت اكس معادلتين بمجهولين بحلهم. جربوها بطلع معنا في اوتبوت اكس ايكوال 2 فولت وفي انبوت اكس ايكوال 3 فولت نفس اللي حليته باول فيديو بس حكينا الفرق انه هون ديبليت نفسه بالضبط. اوكي بده الاوتبوت لو اذا في انبوت ايكوال 5 فولت بده الاوتبوت لو اذا الانبوت 5 فولت انا شو حكيت
انه الكي 1 الكيو ال قصدي لينير. طب الكيو 1 شو بده يكون شغال؟ ما هاي هاي اذا حكينا اذا هاي هاي شو بده يكون شغال هون؟ تشوفه لينير. طب ممكن واحد يحكي طب انت ليش دائما على اساس بتحط اذا الانبوت هاي بتحطه لينير على اساس ليش مش ساد؟ نعمل لي تشيك اذا بدكم بنعمل هاي في دي اس 1 اكبر من ولا اصغر من في جي اس 1 ناقص في تي. نعمله يلا في دي اس 1 كم في اوتبوت ناقص صفر اكبر من اذا اكبر من سات اصغر من ايش لينير. في جي اس 1 اللي هي في انبوت كم الفي انبوت 5 ناقص صفر اللي هي الفي اس ناقص ايش في تي كم الفي تي 1 في اوتبوت اكبر من ولا اصغر من 4 الاوتبوت شو حيطلع معنا؟ احنا بنعرف انه حيطلع لو حيطلع مثلا 0.5 تمام مثلا لانه الانبوت هاي هاي معلومه معروفه 0.5 اكبر من مثلا انا اعطيت رقم هيك 4 لا ايش اصغر من فشو لينير يعني هيك انا عرفت انه لينير. فشو انا بدي اعمل؟ شو بدي اعمل؟ معادله لينير تبعت هاد بسويها بمعادله لينير تبعت هاد شو بتطلع لي؟ الفي اوتبوت لو حيطلع معك في اوتبوت لو. ليش مش حله؟ لانه برضو حليته نفس الاشي يعني نفس البروسيجر طلعنا 0.67 وحتزهقوا يعني وانا بحل يعني بدل ما احط مثلا هاي المعادله شو بحط؟ معادله اللينير تبعته وبسويهم ببعض يطلع 0.67. جربوها جربوا كل اشي بايدكم. طيب هذا السؤال بس التعريف شو ديبليتد نفس الاشي بس شو احنا بالديبليتد بنعمل بس نعوضها سالب لانه بتكون معطيه سالب. اوكي شوف السؤال يعني السؤال كله depleted مع كل شيء مع بعض. اوكي اوكي اذا كان عندي سؤال زي هيك vt equal 1 volt vt1 vt2.8 vt3 1.2 vt4 سالب 1 volt q1 تساوي k3 K1 K2 K4 شو طلب؟ شو طلب هاي الدارة؟ بتعمل معها طبيعي يعني ما نعجل. احنا بنعرف شو نعرف نعرف شو تعلمنا ومنطبقه نفس الاشي يعني مش هنخترع اشي جديد. بنشوف for V input 0.5 find VGS1 VGS2 VGS3 VGS4 VGS3. بنشوف اذا الانبوت 0.5 انبوت 0.5 على طول Q1 شو ماله؟ أوف صح؟ ليش أوف؟ لأنه أقل من VT1 أو هي بالأصل شو القانون حكينا أنه VGS أكبر من VT والVGS شو بتساوي VI بس تمام. فQ1 حكينا إيش؟ أوف. طيب خلصنا Q1 الQ2 خلنا نعمل تشيك بس حكينا أنه هون شو حيطلع معنا؟ حيطلع سات بس خلنا نعمل تشيك كمان مرة VDS2 أكبر من ولا أصغر من VDS2 ناقص VT VDS2 5 ناقص V output ال VGS2 5 ناقص V output أوكي ناقص إيش V output 1 طبعا هاي output 1 هاي output 3 output 1 ناقص VT هاي بتروح مع هاي فصفر أكبر ولا أصغر من سالب واحد أكبر من صح؟ إذا أكبر من شو بده يكون؟ سات. فـ Q2 إيش؟ سات. طيب Q2 سات. طيب هذا إيش؟ طافي صح؟ مش هاد طافي؟ هاد طافي يعني input low فالأوتبوت شو بده يطلع؟ هاي. إذا الأوتبوت هاي إذا الأوتبوت هاي شو بده يشتغل Q3 كتوقع؟ شو احنا بنعرف اذا الاوتبوت هاي اوتبوت هاي الاوتبوت تبع هذا هو الانبوت تبع هاد صح هي مش الاوتبوت تبع هذا هو الانبوت تبع هاد الانبوت لو طلع لي اوتبوت هاي الاوتبوت هاي هو الانبوت تبع هاد شو بده يطلع لي الاوتبوت تبع هاد لو صح فكيو 3 شو حيشتغل لينير ليش لانه الانبوت تبع كيو 3 اللي هو الاوتبوت تبع كيو 1 شو بده يطلع هاي تمام عيد في اي لو
شو بدي اطلع لي؟ هاي. تمام. هسه هاي هو الانبوت تبع كيو 3. فشو بدي يشتغل كيو 3؟ لينير، لانه الانبوت تبعه كان هاي. فكيو 3 ايش؟ لينير. طيب كيو 4 هنعمل تشيك. مش اضيع مساحه. في دي اس 4 في دي اس ناقص في تي 4 في دي اس 4 هو 5 ناقص في اوتبوت 3 في دي اس 4 هو 0 ناقص في تي 4 5 ناقص في اوتبوت 3 ناقص في تي 4 كم في تي 4 سالب 1 فبتصير سالب سالب 1 ب 1 اوكي الفي اوت بوت 3 في اوت بوت 3 شو راح تطلع معي تبدا تطلع معي الفي اوت بوت 3 لو صح مش راح تطلع لو يعني مثلا صفر مثلا هتطلع لو ليش لو لانه الانبوت تبعه هاي وهذا شغال لينير صح الانبوت تبعه هاي شغال لينير فشو بدي طلع لي الاوتبوت لو فهتطلع مثلا صفر فلو حطينا خمسة ناقص مثلا صفر اكبر من اصغر من واحد اكبر من فايش يشتغل سات فهون شو بدي يشتغل كيو فور يشتغل سات كل اشي احنا بنعمل تشيك اذا عرفنا هسا هاي الشغلات الامور الثانية بسيطة نطلع في جي اس 1 شو في جي اس 1 الفولتية بين هاي وهاي اللي هي نفسها في اي يعني واضحة ففي جي اس 1 كم 0.5 فولت VGS2 هي هاي 5 ناقص V output 1 5 ناقص V output 1 هسه بنعرفها بنطلع V output 1 بس هذا اللي حنحتاجه يعني VGS3 بال VGS3 V output 1 ناقص 0 اللي هي V output 1 VGS 4 equal ايش صفر بين صفر ناقص صفر نفس يعني نفس النود مش في اوتبوت 3 ناقص في اوتبوت 3 نفس النود يعني فصفر في دي اس 3 اي في دي اس 3 اللي هي في اوتبوت 3 تمام احنا طلعنا هذا طلعنا هذا نطلع هاي وهاي وهاي كيف نطلع هاي نطلع في اوتبوت 1 هاي في اوتبوت 1 هاي في اوتبوت 3 يلا نطلع في اوتبوت 1 بالبدايه شو حكينا كيو 1 اوف اذا التيار المار هون كم صفر طب ممكن واحد يحكي لي لحظه شوي ما في تيار مار من هون لا هون اي جي صفر صح ففيش تيار وهون اوبن سيركت ففي اصلا فيش تيار فكم الفي اوت بوت 3 شو التيار هون صفر تمام فمن اول اشي بطلعه انه اي دي ايكوال 0 طيب شو المعادله الثانيه تبعت كيو 2 صح طيب كيو 2 كم وين شغال سات معادله السات شو معادله السات اللي هي كي 1 كي 2 اسف VGS2 ناقص VT كل تربيع K2 مشان هاي تساوي صفر شو لازم يساوي صفر هذا حلينا منها 100 مرة يعني ف VGS2 كم VGS2 هاي VGS2 5 ناقص V output 1 ناقص VT VT كم سنة VT كم VT2 صح VT2 اللي هي 0.8 تساوي 0 في اوتبوت 1 شو بدها تساوي 4.2 فولت الرقم منطقي ولا لا منطقي دخلنا انبوت لو شو طلع الاوتبوت هاي زي ما احنا توقعنا اذا هاي كم بدها تساوي 5 ناقص 4.2.8 هاي كم بدها تطلع 4.2 تخلصنا كم فرع 4 افرع بسهولة ضل علينا الـ VDS3 طيب Q4 شو شغال حكينا سات Q3 شو شغال لينير معادلة السات معادلة اللينير بسويهم بعض لأنه نفس التيار يلا معادلة السات معادلة اللينير اللي هي K4 كان سات VGS4 ناقص VT VT4 تربية تساوي K3
VDS 3 في 2 VGS 3 ناقص VT 3 ناقص VDS 3 تمام هنا K4 VGS 3 كم؟ VGS 4 صفر ناقص VT 4 ناقص ناقص 1 تربيع K3 VDS 3 هي الـ V output 3 K4 عندنا بتعوضوها يعني 2 VGS 3 هيها 4.2 ناقص VT 3 1.2 ناقص VDS 3 VDS 3 V output 3 معادلة بمجهول واحد بتطلع V output 3 بتطلع معي قيمتين شو بختار القيمة الأعلى ولا الواطية أكيد الواطية ليش؟ لأنه الانبوت هاي شو بدي أطلع الاوتبوت لو فبطلع معي 0.0209 فولت جربوها لحالكم كل إشي تجربوه لحالكم حل المعادلة التربيع ممكن يغلب شوي طيب إذا الانبوت هو قبل ما أجي على السؤال هذا أنا طلعت في اوتبوت 3 صح؟ اللي هي شو؟ في دي اس 3 هاي طلعناها صح؟ تمام فخلصنا كل أفرع السؤال نيجي على السؤال بعدي حكالي في اي 5 فولت فاين في جي اس 1 في جي اس 2 في جي اس 3 في جي اس 4 اذا هاي 5 فولت يلا هاي 5 فولت شو بدي اشتغل هذا لينير طيب كيو 2 شو بدي اشتغل كيو 2 حكينا اولويز كيو 2 حكينا اولويز سات فاول شيء كيو 1 ايش لينير لانه الانبوت تبعه هاي كيو 2 شو حكينا؟ always sat صح؟ فسات هاي جربنا هاي هاي اوكي Q3 شو بدي يشتغل؟ شوف هذا هاي بدي يعطيني شو؟ low اللو هو الانبوت تبع الـ Q3 فراح يشتغل Q3 ولا لا؟ لا ما حيشتغل لأنه ايش؟ داخل عليه low حيشتغل عليه داخل عليه low فأوف طيب فالفي اوتبوت هاي كم بدها تطلع قيمه عاليه صح في اوتبوت هاي تمام طيب الكيو 4 يلا نسوي التست هون هاي سويناها اصلا فبالنهايه شو بيطلع معنا كان 5 ناقص في اوتبوت 3 اكبر من او اصغر من 1 اكبر من سات اصغر من لينير انا شو حكيت الفي اوتبوت 3 حتطلع معنا تطلع هاي ليش لانه الانبوت تبعها لو الانبوت تبعها لو بدها تطلع هاي هاي فهاي يعني كم أربعة وأكبر أربعة ونص فرضا يعني خلينا نحط أربعة ونص مثلا في output 3 مثلا أربعة ونص خمسة ناقص أربعة ونص point five أكبر من ولا أصغر من أصغر من فشو بدي يشتغل بدي يشتغل لينير فكيو فور شو بدي يشتغل لينير لاحظوا السؤال قبل شو اشتغل سات فهون شو اشتغل لينير ليش هاي إحنا بس نسوي تشيك نشوف كل واحد شو كيف بيشتغل وبس تمام نطلع الـ VGS1 VGS1 كم؟ اللي هي VInput ناقص صفر VInput كم؟ خمسة so VGS1 أو خمسة فولت VGS2 خمسة ناقص VOutput 1 VGS3 equal VOutput 1 ناقص صفر VGS4 صفر ما اختلفت والVDS3 equal ايش VOutput3 نطلع VOutput1 VOutput2 هاي عنا اياها نطلع هذا وهذا ونطلع VOutput3 كيف نطلع VOutput1 الكيو مش راح احلها برضه احط لكم السؤال بنهاية يسر انه مشان ما نضيع شوية يعني جابوا لحالكم Q1 شو شغال لينير Q2 سات معادلة السات تسويها معادلة اللينير وبطلع ايش الـ V output 1 بعد ما اطلع V output 1 بطلع معنا انه V output 1 حكيت شو بتسوي معادلة الـ Q2 شو حكينا سات معادلة ايش اللينير بسويهم بعض وبطلع V output 1 V output 1 كم تطلع معي حليته على جنب السؤال V output 1 تطلع 0.2515 فولت اوكي
اوكي طيب نروح هون كم تطلع معنا اذا الانبوت حكينا 0.2515 حيطفي صح زي ما توقعنا انه يطفي Q3 طيب هذا طافي وهذا ايش لينير معادله الطفيان شو معادله انه هي معادله شو هي اي دي ايكوال صفر اذا الترانزستور طافي شو المعادله هاي اللينير شو معادله اللينير اللي هي K4 VDS 4 2 VGS 4 ناقص VT 4 ناقص VDS 4 حكينا انه نشوف هاي يساوي صفر VDS 4 هي الـ V output شوي مش VDS 4 شو هو الـ VDS 4 5 ناقص V output 3 5 ناقص V output 3 هاي VDS 3 المهم هاي VDS4 شو VDS4 5 ناقص V output 3 تساوي 0 ف V output 3 كم تساوي 5 فولت وهي طلعنا هل كلامنا هون كان صح كان صح عوض هون 5 5 ناقص 5 تساوي 0 0 اكبر منه ولا اصغر من اصغر من 1 فلينير ففرضنا صح انه فرضنا انه لينير حكينا انه يمكن يطلع هاي فلازم تكون شوي عندنا سنس تمام لازم يكون عندنا شويه سنس انه نفكر انه هيطلع معنا الاوتبوت هاي ولا هيطلع لو وبنحل اي سؤال تمام اوكي اوكي ثلاث اسئله تمام اوكي تمام إذا عندي سؤال زي هيك حكالي إنه KL 100 مايكرو أمبير بير فولت سكويرد K1 1 ملي أمبير بير فولت سكويرد VT1 1 فولت VTL إيكوال سالب 2 فولت أوكي وكان هيك يلا نسوي تشيك حكالي إذا V input 3 فولت find V output يمكن تحسوا سؤال طبيعي بس هيكون في تريك بس نشوف شوف الـ QL شغال وين بعدين الـ Q1 شغال وين يلا الـ QL وين شغال VDS L أكبر من ولا أصغر من إذا أكبر من ساب إذا أصغر من لينير VGSL ناقص VTL VDSL كم VDSL 5 ناقص VOUTPUT وال VGSL شو هو 10 ناقص VOUTPUT VTL كم سالب 2 فايش زائد 2 بصير ناقص مع ناقص هاي الـ V output تروح مع الـ V output تمام فخمسة أكبر من والأصغر من 10 زائد 12 أصغر من فشو بدي يكون always linear ليش always لأنه فيش V output تأثر عليها الـ output ما راحت مع الـ output يعني فيش output بجهة واحدة وجهة لا فalways linear always إيش linear ريحني ليش QL معادلته لينير نروح على Q1 انبوت 3 فولت هون في مشكله شو المشكله ال 3 فولت اول اشي شغال ولا مش شغال شغال ليش لانه VGS اكبر من VT اللي حكينا عنه VGS كم هي ال V انبوت كم ال V انبوت 3 اكبر من VT اللي هي 1 فولت شغال اون بس اون سات ولا لينير شو الشرط تبع السات واللينير شو الشرط اللي هو VDS اكبر من او اصغر من هيو VGS1 ناقص VT1 VDS1 كم في اوتبوت اكبر من الاصغر من VGS1 ناقص VT1 VGS1 كم اللي في انبوت ناقص VT1 1 فولت كم الـ V input V output أكبر من 3 ناقص 1 V output أكبر من أصغر من 2 الـ V output أكبر من ولا أصغر من 2 سؤال يلا فكوا ما بقدر أعرف صح؟ ما بقدر أعرف هل هو أنه أكبر من أو ولا أصغر من 2 ليش؟ من الآخر من الآخر input 3 فولت هل بقدر اعتبرها
5 فولت هاي انه يشتغل لينير، ولا بقدر يعني اعتبرها انها سات. فانا ما بعرف انه شغال لينير ولا شغال سات. هاي مشكله. لو اعطاني اياها مثلا 5 فولت على طول تحكي لينير، طب اعطاني اياها منطقه انا ما بعرف انه سات ولا لينير، مشكله صح. ممكن انت تكون ذكي وتعرف انها على طول مثلا تطلع على طول مثلا سات مثلا، هيك انت بتطلع عليها. بس لازم نحل لانه ما بعرف شو لازم اعمل. انا هسه بس كنت اعرف انه سات ولا لينير، شو كان عندي اشي انديكيشن اللي هو البي انبوت اكس صح، بعديها لينير وقبليها سات، فليش ما اطلع البي انبوت اكس؟ تمام، بطلع البي انبوت اكس. فرضا طلعت معي البي انبوت اكس 2.5 فولت بس طلعتها، شو بدي يكون شغال؟ لينير. تمام، لانها الثلاثه هون. طب لو طلعت معي مثلا 3.5 فولت، وين الثلاث؟ هون. شو شغال؟ سات. تمام، فبدنا نعمل تشيك، نطلع بي انبوت اكس. تمام، يلا البي انبوت اكس شو بنعمل عشان نطلعها؟ اول اشي في دي اس 1 تساوي في جي اس 1 ناقص في تي. في دي اس 1 كم الفي دي اس 1؟ في اوتبوت وتساوي في جي اس 1، الفي انبوت هي 3. لا شوي، احنا بنحكي عن في اوتبوت اكس، في انبوت اكس ناقص في تي اللي هي كم؟ 1 فولت. ما حطيت الانبوت هاي لانه انا بدي الانبوت اللي بيكون فيها ايدج اوف ساتوريشن. حكيت انبوت اكس اوتبوت اكس ايدج اوف ساتوريشن، هاي المعادله الاولى. طب المعادله الثانيه شو؟ ما راح لانه تغلب المعادلات هاي. حكينا الكيو 1 ايدج اوف سات لينير، شو بستخدم؟ اي معادله، سات ولا لينير؟ سات لانها اسهل. هاي معادلته سات، هاي معادلته شو؟ لينير. بسويهم ببعض بطلع معي معادله ثانيه، معادلتين بمجهولين بطلع في انبوت اكس، شو بطلع؟ الفي اوتبوت اكس. هاي التريك السؤال، انا بس تحل التريك بطلع معك في انبوت اكس كم بطلع معي لو بس احلها؟ بطلع معي، ممكن يكون في خطا بالارقام يعني عادي شيكوا. اوكي، الفي اوتبوت اكس بتطلع معي 2.18 صح. يلا نشوف الفي انبوت اكس 3.18، هاي الفي انبوت اكس تساوي 3.18، بعديها لينير وقبليها شو بيكون شغال؟ سات. وين الانبوت تبعتنا؟ 3 فولت، فشو بدي يكون شغال؟ سات. تمام، شو بدي يكون شغال؟ سات. فهذا شو شغال؟ لينير، وهذا شغال سات، معادلتين بس هيهم ببعض، شو بطلع؟ الفي اوتبوت. تمام، يعني هو شو التريك كان بهذا السؤال؟ انه انا ما بعرف هاي انبوت لا هاي ولا لو، يعني مش قصدي لينير ولا سات للكيو 1. هون كانت مشكلتي، فهيك حليناها انه طلعنا الفي انبوت اكس، ما طلب مني اطلع في انبوت بس انا طلعتها مشان اتاكد من فرضي يعني. تمام، وبس. ممكن يكون في طريقه ثانيه للحل، شو هي؟ شو الطريقه الثانيه؟ انه انا بحل انه سات وبطلع في اوتبوت وبسوي تشيك هون، يعني طريقه ثانيه اذا بدكم تجربوا فيها. بحل سات، بحل طبيعي يعني، بحل بنسى انه اطلع في انبوت، بحل انه اسيوم، نكتبها هون اسيوم كيو 1 سات، بنحل بيطلع معنا الفي اوتبوت ايش؟ شو الاوتبوت طلع معنا؟ مثلا بيطلع معنا الفي اوتبوت هذا السؤال يعني مثلا مش حلو الكلام مش عارف. المهم مثلا 2.5 فولت، ال 2.5 فولت 2.5 اكبر من ولا اصغر من 2؟ اكبر من. طب اكبر من شو يعني؟ يعني سات، يعني فرضي صح، فرضي صح خلص اذا هو سات زي ما هو اصلا احنا توقعنا انه سات. ممكن انا بالاول فرضت انه لينير، اسيوم كيو 1 لينير، لاحظوا الغلط يعني، شو بدي يطلع معي في اوتبوت؟
2 بوينت مثلا بيطلع معي قيمه ثانيه معي 2.25 فولت مثلا. تمام ال 2.25 فولت اكبر من 2 اكبر شو يكون شغال سات؟ لحظه شوي، شغال سات واحنا فرضناه لينير، فالاسامبشن تبعي ماله غلط، الاسامبشن غلط، فشو بدي ارجع على ليفل. تمام، هاي طريقه ثانيه للحل، بس هاي انا بحسها احسن، انه بعرف انه انا طلعت الفي انبوت اكس اللي هي 100% يكون اشي صح، مش فرض. في اسئله ما بتنحل غير هيك على فكره، بنشوف في سؤال يعني انا حاط.